يا رني، يعني انا اعمل ايه لزفت الطين ده؟ ما انا رافضه قبل كده 5 مرات وهو مش فاهم يعني ايه اترفد وبيرجع لي تاني على البازار. دولا يعني انا احط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الاول؟ دولا ولا غور من وش السعادي. ايوه يا رني، قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا، ادي له فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص خلاص هلاش. دولا بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمه، بس يا جزمه، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزه حاجه تاني؟ نص كيلو جبنه اسطنبول. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. بقى يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطه الكرافات يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطه الكرافات؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو ما انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطه الكرافات؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطه الكرافات؟ مش 4 ماتوا مخنوقين و6 في الانعاش؟ اه بقى ما تفكرنيش دول. قال يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيرة، يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 حمر. ايه دكتور؟ اي حاجة انعاش، اي حاجة. دكتور هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده هو. انا دكتور كده يهبل يهبل حضرتك الاجزخانة اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسة. هربان من اهل العروسة؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده الفرح ده من اولت امبارح. ما انا بضرب من اولت امبارح. مطرب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل، ما تخافش خالص ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام منور والله حضرتك مطرب. ولا رمزي. نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه. يلا عينيا دول. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربيه الاسعاف هتاخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعه جدا. بص اوعى عربيه اسعاف غبيه ممكن يخبطك في اي لحظه. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واسم الكريم ايه بقى؟ سعيد الكبير. سعيد الكبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. ايه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف، انا اول مره اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب والمصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير. الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمزي روح هات صبغه يود اجري بسرعه. حاضر. لا ربنا يخليك لسه وجه. ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه اليود. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى؟ اسمع بقى اسمع بقى. زفوا العروسه والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رايك فيها حاجه دي؟ لا 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 مفيش حاجه خالص. اي حاجه يمكن، بس الكلمه اللي هي بتاعت زفوا العروسه تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفه او حاجه. او لسه ما قبضوش الجمعيه فما معاهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كاتب الكتاب ويسافروا من بره على الفيوم مثلا ولا حاجه. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجه، احنا هنفكر لك احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ليه بتتكلم ليه؟ سكات سكات، والسكات بيجيب سكات، والكلام يعمل مشاكل. الله يا استاذ ايه الجمال ده؟ ايه الحلقه انت بتعمل ايه؟ دي تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات بيجيب الله سكات. الله الكلام يعمل مشاكل. الله يا دولا استاذ الله ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحاله تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. وعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا؟ انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه تصلح لي يلا. تخاطر توارد. صح مظبوط. عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعه شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولا يا كبير الله. دولا اروح اجيب قصيده ولا اتنين من التلاجه اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت؟ التلاجه يخرب بيتك. اهلا وسهلا.
ايه 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 بس يا مساء الورق والحبر اللي ادالك. يا مساء الحنجره اللي جابتنا ورا. يا صباح الاحبال الصوتيه، ليلتكم مش معديه. ايه النعمه دي اللي رمينا على الارض؟ مش حرام عليكم كده؟ لا دي شويه قصائد كده عاملها لشويه مطربين اخرين يعني. ايه مطربين ايه بقى؟ انا اسيب الرئيس بيره واجي لك وتقول لي مطربين اخرين؟ معلش بيره بقى اللي انت دلقته ده انت تلمه براحتك حضرتك، لكن القصيده بتاعتك عندي يا سيدي ما تقلقش. بس تكون جامده وحراقه. حراقه؟ ايه ده؟ واضح يا سعيد انك انت سمعت على القصيده بتاعت الحراقه قوي اللي اسمها حلبسه، بس انا دي مخليها للشتاء عشان تعرف بقى موسم الشتاء والكورنيش والعربيات الحمص وكده يعني. اشتغل احسن طبعا كتير. طبعا طبعا يا دوله. الله الله، طب ما تسمعها لنا يا دوله كده اهو. ايه رايك اسمعك؟ ماشي يلا. ماشي. الله الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قول واحده تانية. الله عجبتكم الاولانيه؟ حلو. يا التانيه بقى راغي فيها. اسمع بقى. ها الله الله يا سعيد، يعني فعلا. بص بقى، هلطشلك هلطشلك، هشلتلك هشلتلك، وهطب عليك على غفله، وهبوظلك اي حافله، وربنا المعبود وربنا المعبود، لو شفتك في موقف عبود مع الواد سعد وسعيد ومسعود لموتك يا خلود. الله 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 الله. يا نجم دي جاعه جرحه يا نجم. بص يا نجم، 100 جنيه ل 125 جنيه معاك. ماشي يا معلم، بس على فكره القصيده بتاعتي دي محتاجه ملحن كويس. لا يا نجم، اللحن ده بتاعنا. بتاعك انت، انت اللي هتلحن؟ اه انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقول لك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بردل على فمها حلو الغرب يطردونا. مثل عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن، انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعادنا كل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول ما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فته؟ انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه؟ انت اساسا مش قادر تقول هتلحم ايه؟ اجي معاك. ما اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه. شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعنا يا ملك الشعر في مصر، امتعنا. اه ربنا يخليك. اسمع القصيده دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي يعني، خلصتها في بتاع ربع ساعه مثلا. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاه والسلام. حوشي 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 عيون الجرح رموشي، حوشي 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 ايديكي اوعي ايديكي تلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد ياد ساكت، مين اللي جابك ياد؟ اقعد ساكت ياد. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ ليه؟ وحشه 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 وحشه. ازاي يا عم؟ انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه، ما انت ممكن الكلام في الاول لما يتقال ما تحسوش، عارف ما يبقاش طالع من الاحاسيس كده، لما اللحن بقى يبقى مظبوط. صح، وري له اللحن يا دول. اتفضل يا استاذ. اوريك بقى اللحن، لان اللحن بيفرق كتير جدا يعني. اتفضل يا استاذ. يعني في اغاني كتير قوي مثلا تلاقي اللحن هو اللي غيرها. اتفضل يا استاذ. يلا دولة. ايه ده حساس؟ ايه ايه؟ فين الباقي يا استاذ؟ ما هو ده الوتر الحساس، ده الوتر الوحيد. انت مش بتلاقي العود مليان اوتار كتير؟ اه. ما عشان بيقعدوا يدوروا على ده. الله يا دول، الله ما تقعدش تسال بقى عشان هتتكبس كل شويه. انا اسف، معلش. هتتكبس. يلا دول يلا اسخن. حوشي 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 عيون الجرح رموشي، حوشي 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 اوعى ايديك تلوشي، حوشي 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 حبي مش بلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله. اقعد يا عم اقعد. وحشه يا استاذ وحشه. انا عايز اغنيه للناس الغلابه بتاعت بطاطا بتاع. انا عايز قضيه من الاخر. قضيه؟ عايز قضيه؟ طب ما تقول من الاول يا عم قضيه، ما انا عندي اهو. يا سلام، حوشي بقى دي. انا بقول ايه بقى؟ هنحوشها لحد تاني. حوشي دي حوشها لحد مطرب تاني. ماشي ماشي، هو اللي خسر. هو اللي خسر. لا بس عندي اغنيه بقى. يا نهار اسود، مش هقول لك. يا رب يرضى بس بيها. بص يا سيدي، الاغنيه بتقول ايه؟ يلا 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 يلا. ولا مين اللي جابك معانا اهو؟ مش انت يا عم اللي جبته؟ انت كنت فرحان بيه، وهاته وهاته اهو. اتفضل. انا غلطان استاذ. بقول لك ايه، كل الاغنيه يلا 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 يلا. ما لو صبر القاتل على المقتول. ما تصبر يا عم، لسه لسه. انا اسف. كل شويه بتتكبس، كل شويه بتتكبس. البرتقان البرتقان، ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي البرتقان، وسكري البرتقان، ومش تقيل زي الطبيخ،
ولا برضو أقرع زي البطيخ. حلوة قوي دي. حلوة قوي دي. والبرتقان مش كسر وممكن تعصره عصر. نصيحة من فكهاني مصر، مفيش زي البرتقان. الله الله، هي دي هي دي، عجبتها دول، عجبتها. الله الله الله، عايزة تلحن. ايوه طبعا، ما احنا جايين نعمل ايه؟ كله موجود عندنا. هتكبر يعني، هتكبر النهارده. ولا مين اللي جابك معانا؟ يا هتسمع بس وانت هتكبر ومش هتتضرب تاني في الاغاني. يلا. انا لازم اخش من الدو بعدين سي وتي. اتفضل يا استاذ سماح. يلا بقى دول. البرتقان الله الله، ولا عنب ولا رمان. الله، ده تنفع تتر مسلسل دي. الله، بتقاطعني وانا بغني؟ وانا بغني؟ ما تقاطعش الاستاذ يا ابني. ماشي ماشي، ما تقاطعش الاستاذ. اتفضل يا استاذ. فيتامين سي سي سي، فيتامين سي 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 من غير طبلة؟ آه آه. طب يلا دول، يلا نديها بقى. آه. نصيحة من فكهاني مصر. هتعرف تجيب الطبقة دي ولا ايه؟ لو معرفش تجيب الطبقة، في طبق تاني ينفع ليك. اسكت، اقعد انت ساكت. طب انت في دماغك لحن يعني؟ بص انا عايز حاجة. اسمع اسمع بقى. ماشي، اسمع بدل ما تديك بمنافع عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا ولا هطلعك بره. اسمع اسمع. البرتقان البرتقان، ولا عنب بقى ولا رمان. فيتامين سي البرتقان. كورال 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 قوي. كورال يعني ما امشي. كورال 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 يعني انتوا تغنوا ورايا. فيتامين سي البرتقان. لا يا جماعة، لا لا ماشي، انسى انسى انسى. كورال كورال ماشي. فيتامين سي البرتقان، والسكري البرتقان، تعال اشتري البرتقان، احنا بالموز والرمان. الله ولا هنا. استنى استنى، في دبانة جوه دول. يا انت مش دبانة، ده انا. يلا يخرب البرتقال البرتقال، ولا عنب بقى ولا رمان. دلع يا مهندس يا ابو غسلايله، دلع. ايه يا استاذ الحلاوه دي؟ حاجة سعيد. صباح الجمال. ايه الاخبار؟ عمي دوله. صباح الجمال. طب ايه ما انت قاعد معايا من الصبح. وحشتني يا دوله، وحشتني. طب مني بقى، قول لي ايه اخبار صدى الاغنيه عند جمهور الدويقه؟ صدى ايه يا دوله؟ هو كان بيغني في مغاره يا عم. ما تسكت بقى يا اخي، خليني اعيش لحظه النجاح. قول لي. اقول لك ايه ولا ايه؟ العمي فتحوا والخرس غنوا البرتقال البرتقال. الله الله صغير بقى ولا رمان. الله الله الله، البرتقال والسكري البرتقال، تعال اشتري. الله عليك يا دولة على الكلام. اوعى عليك كبير كبير. بص بص بجد يا سعيدي، يعني الحمد لله انا كنت متوقع النجاح بس ما كنتش متخيله جامد قوي كده يعني. امتك بقى يا عم بقى، عايزين سبوع سبوع، طهور طهور، حج عمر. ماشي ماشي يا عم، عينيا ليك بس الاول يعني اشوف فلوسك. انا ما اشوفش حاجه لغايه دلوقتي. انا سعيد، انا الاثنين المشاريب دي كلها عندي. عندي يا ابن المشاريب. لا مشاريب ايه؟ يا عالمين على بابا، لعلمك لسانك في ايدي، انا ممكن احط لك السم في العسل. دول وهو هيبقى حلو كده زي العسل اللي في الطحينه كده. هون امال ايه؟ السم في العسل. اعمل لك بقى طبق كده، شويه عسل وعليه شويه سم، بس اوعى تاكل منه التماثيل. يالا لا يا دولا ما تخافش، هما ما بيدونيش حاجه اصلا، فانا مش هديهم حاجه. بص يا نجم، دول 200 جنيه حق اللحن والشعر والتوزيع. 200 جنيه ماشي يا عم، انا هعمل معاك واجب يا سعيد واقبل ال 200 جنيه. ودول بقى يا ابن عمي 200 جنيه من النقطة. كمان 200 جنيه من النقطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني عادي. اوكي ماشي ماشي ماشي. ودول بقى يا ابن عمي نصيبك من بوفيه، ورك فرخة وحتة جاتوه.
ورك فرخه وحته جاتوه. ماشي خد دول عشانك انت يا رمزي. هتقعد بقى اسبوع ما تاكلش بتاع ده كشري تاني. خلاص ربنا يخليك يا دول يا رب. طب انا هحط بقى دول على الفرخه دي كده شطه ودقه وكده اهو. يا عيني انت الفرخه بالنسبه لك يعتبر جهاز جديد عمرك ما شفته قبل كده. لا اهم حاجه تاكل الاول الجناح وبعدين الورك وبعد كده الصدر وبعد كده يعني ايه هتلاقي شويه عظم صغيرين كلهم برضو. خلاص ماشي يا دول ماشي. انت قول لي بس اكل ازاي وانا هتلاقيني فرير على طول. ايه يا ابني انت هو ده؟ ايه يا ابني انت هو ده؟ امال لو دخلت بوفيه بقى وتلاقيته خروف هتعملوا ايه؟ لا اوعى تدخل الواد ده على خروف. حتى لو هو بيتشوي هتلاقيه راكب على الخروف وفاكره ملاهي. ده غبي. اضرب يا واد اضرب. يا عم احنا مالنا من الكلام ده؟ الكتالوج بتاعنا افراح طهور والاغنيه بيبيع بعضها يعني. صح يا سعيد. يعني بص يا سعيد انت لازم تواكب العصر. يعني المطرب لعلمك بقى اللي بيعمل كليب ده اجره بيزيد 3 مرات عن المطرب اللي ما بيعملش كليب. صح يا دولة. ما الاجر اللي هيزيد احطه في الكليب طبعا. صح يا سعيد. يعني انت عايز تفهمنا عم سعيد ان انت بقالك 10 سنين عمال بتنحت بقى في ايه؟ في اغاني وفي افراح وفي موالد وما حوشتش حاجه. عندك حق يا دولة. الله بقى ده انت شاعر من الضرايب بقى. لا انا بقول يعني ان انت لو تطلع القرشين دول من الطبله اعمل لك كليب حلو هيفرق معاك جامد جدا. صح يا دوله. وان شاء الله بقى مين المخرج؟ صح مين يعني؟ احنا الفنا ولحنا وهنيجي على الاخراج مش هنخرج. وبعدين هو المخرج بيعمل ايه؟ هو كل اللي بيعمله ايه؟ حط الكاميرا هنا وارقص يا بت اسكت يا واد وخلاص. ده انت قلبت المخرج دادة بقى. ايوه طبعا المخرج لازم يدادي الكل عشان كده بيقولوا لك المخرج هو اب العمل. صح يا بابا. اسكت بقى اسكت. على فكره الفلوس دي لو ضاعت هضيع معاها كمطرب. صح يا سعيد ممكن يضيع. بس بقى تلاقش يا سعيد انا هظبطك. بقول لك يا دولة هو كليب الواد سعيد هيتذاع امتى؟ هيتذاع بعد اغنية نانسي على طول. دولة كليب نانسي خلص. اكيد هيتذاع بعد اغنية هيفا. دولة كليب هيفا خلص. اكيد بعد اغنية مروة. دولة كليب مروة خلص. اكيد بعد اغنية اروى. دولة كليب اروى خلص. اكيد مش عارف هيزعوه امتى صراحة. قوم افتح الباب قوم افتح الباب. ماشي يا دولة تابع انت الكليبات ها؟ افتكش افتكش. هو فين؟ انت فين؟ تعال يا عم سعيد تعال اتفرج معايا على الكليب بتاعك. كليب ايه يا عم الكليب انت؟ الشريط طلع فاضي فاضي فاضي؟ فاضي ازاي؟ يبقى انا عمرو دياب كده بيحاربنا يا جدعان. دولا كليب عمرو دياب خلص. وبعدين يعني يا عم سعيد انت زعلان ليه يا عم؟ اهو كليب وراح يا عم. افرحوش فيا كده حرام عليكم. ضيعت فلوسي كلها حرام عليكم. الرحمة فين؟ بشرع مين؟ اللي فيكم انتوا بيديكم بتنزلون. الله دنيا ما بتدومش والكل حيمشي. النهاردة فرح يا جدعان. النهاردة فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. النهاردة فرح يا جدعان. لقيت ماشية مشيت وراها قلت لازم اعيش معاها عارفين قلت لها ايه.